يتسلق السلم. إن هذا الجسر يتمايل. إني البطل. مرحبا ميليسا، أنا سوف أتأخر، هل يمكنك الاعتناء بآرثر رجاء؟ نعم بالطبع يا أمي، مع السلامة. وبعد ذلك سأخذ خطوتان للوراء وأحرز هدفاً. جول. آرثر، إن والدينا سيرجعان بوقت متأخر، إن عليك النوم. لا، ما زال الوقت مبكراً. أنا سأمرح وأمرح وأمرح. هيا. لقد تأخر الوقت وحان موعد النوم. روم. ها؟ لا 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 را 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 لا لا را 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 را. ما هذا الآن؟ أنا لا أريد النوم الآن أبداً. إذن أغمض عينيك وعد السيارات. أنا سأعد فقط للعشرة وسأنتهي من ذلك سريعا. حسنا، ستعد للعشرة ومن ثم ستكررهم. ماذا ستكون تفعل السيارات؟ حسنا، لا أعلم، ربما تسير في الطريق. هل يمكن أن تكون السيارات زرقاء؟ فلتكن أيا كان، لا يهم. هل ستسير في خط مستقيم أم في دائرة؟ آرثر اذهب للنوم. لا 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 لا. حسنا، هيا نجرب طريقة أخرى. أنت تريد أن تنام، إنك تنام الآن، إنك تنام الآن، إنك تنام. فلتعطيه حبوباً منومة. لا، هل فقدتِ عقلكِ؟ فلتقرأي له كتاباً. هذا ما تفعله أمي طوال الوقت. فكرة ممتازة. بداية رأيت الدب الأبيض، ثم رأيت الأسود، ثم رأيت الجمل مع سنام على ظهره، ثم رأيت الذئب الرمادي مع لحم في فمه. نعم، لقد رجعت المنزل. يبدو أن كلاهما نائمان. من الجيد أن ميليسا كبرت. أوي، كل شيء جيد، إن ميليسا نائمة. سوف أذهب إلى النوم. أمي، هل أستطيع النوم في سرير ميليسا؟ فهي تنام الآن على سريري.